بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى لكم إقامة طيبة واستفادة قيمة من هذا المؤتمر. تمثل الريادة لدينا في دولة الإمارات أحد الأركان المهمة في بناء الشخصية الإماراتية، لأننا نؤمن بالإنسان أكثر من ما نؤمن بالمال، ونؤمن أيضاً بأن المستقبل يملكه من يملك الطموح. لعل هذا الإيمان هو الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم، بل وجعلها محطة رئيسية للإبداع ينظر لها الكثير من الشباب العربي كمثال للبيئة التي يتمناها. أحب أن أقول للشباب العربي بأن الريادة ليست دخيلة على منطقتنا العربية. في هذه المنطقة ابتكر الإنسان الأبجدية والكتابة، ومنها خرج الجبر والحساب، وفيها بنيت أول جامعة في التاريخ، ومنها خرج رواد الطب والفلك والكيمياء والرياضيات والهندسة. ولعل أعظم إبداعات الحضارة الإسلامية هي العولمة، عولمة الثقافة والعلوم والمعرفة، حيث أخذت حضارتنا الإسلامية من باقي الحضارات وأعطتها، وانتفعت من جميع الثقافات ونفعتها. في دولة الإمارات استطعنا التغلب على تحديات الفقر والأمية خلال 40 سنة، لأن لدينا ثقة بأنفسنا وبأبنائنا. تحولت الصحراء القاحلة إلى دولة لها مكانة عالمية. وأقول للشباب، أنتم تستحقون الأول والأفضل والأكبر. فقط إذا أنتم آمنتم بأنفسكم وقدرتكم على التحدي. نلتقي اليوم هنا لأننا نؤمن بقدرات الشباب، ولأننا نعرف حق المعرفة أن المستقبل لا يصنعه إلا الرواد، والتاريخ لا يغيره إلا أصحاب الشجاعة والإقدام، والنجاح لا يأتي إلا لمن سلك دروباً لم يسلكها أحد قبله. واليوم في هذا المؤتمر بدأنا خطوة تتبعها خطوات، وفتحنا طريقاً سيتبعنا غيرنا. نحن جميعاً شركاء، ونحن مسؤولين خلق بيئة المناسبة لهؤلاء الشباب حتى يبدعوا وينطلقوا وينهضوا بدولهم ومجتمعاتهم. عند قيام دولة الإمارات كانوا الخريجين 40 خريج جامعي، واليوم عندنا 70 جامعة تخرج عشرات الآلاف من الخريجين الجامعيين، واستطعنا مضاعفة دخلنا الإجمالي إلى 190 مرة. الثقة بالنفس والطموح والعزيمة التي لا تعرف التردد هي مفتاح الريادة. ما هو مهبط القياديين؟ مهبط القياديين هو الشك. إذا القائد شك في نفسه فما أصبح قائد. إذا أردنا أهمية القائد فلننظر إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وولي عهده أخي محمد بن زايد، والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفرق العمل الشجعان الأبطال اللي هي تعمل خلف الستار. وإذا أردنا أن ننظر إلى الماضي القريب
فلننظر إلى زايد وراشد طيب الله ثراهما، لأنهم هم أقاموا دولة، وغيرهم أطاحوا بدول قائمة. كيف للبنيان أن يظهر وينهض دون أركان؟ وكيف للخيل أن تنتصر دون فرسان؟ أنا أظن أن الشباب المتعلم الطموح بالعرق والدموع هم الأركان والفرسان. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.